لحم مشوي. ليش ألوانه متفاوتة؟ مدة الاستواء ما على الطبخ يعني تختلف. بلش اسمه هذا مو قرنفل، لا مو قرنفل. الطريقة الصحيحة على مود نذوب اللحم فيها شلون؟ طريقة السلق مالته من خلال وجامد شلون اذوبه؟ اذوبه بالماء البارد. هاي الستيك لحم اي شنو ليش هيك الوان؟ هو هذا الوان لان ما يصير يستوي 100%، لازم يكون بيه باقي. درجات الاستواء شنو؟ درجات الاستواء هنا انا مستوي زايد لا هذا شيء يسموه اول واحد جوا يعني استواء زياده مو والمصطلح مالته شنو اسمه؟ برياني اعتقد او روبيانو. من اي بلد هذا؟ اعتقد مكسيك او هيك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شلونك؟ اسمك حبيبي؟ رياض موفق. رياض عندنا صور راح تشوفك شنو هالصور. تمام شيف. تخته شنو كل واحده نستعملها؟ الاحمر للحم اكيد، الاصفر للدجاج، الابيض للمطبوخ، الاخضر للخضراوات، الجوزي ممكن استخدمه يعني للتقطيع مثلا اللحم مثلا بالساطور، والسماعي ما عندي معلومة عنها. طيب صورة ثانية. أكيد دجاج، كبس الدجاج. زين رياض، اللي هو شنو الحرارة المناسبة اللي أشوي بيها الكيك؟ 180. ليش أنت هنا جاي؟ والله جاي أريد أثبت شغلة واحدة، اللي قالوا رياض ما يقدر يوصل، إنه الحمد لله والشكر يا رب إنه قابلتكم وهذا نجاح بالنسبة لي، وصلت خلاص. بكفي صورة واحدة انشرها على الستوري خلاص وصلت، يعني نجح بالنسبة لي. يعني انه قالوا ما راح يوصل رياض، لا رياض وصل الحمد لله والشكر. اللي قال شي يقول خلي يقول. تمام. انت وصولك لهنا اليوم ما همني حاجي، يوم يعني وصلت لهنا انا بالنسبة لي مجرد انه احنا المتقدمين عبرنا فوق الالف، مجرد وصولك لهنا فانت كلش كافي. تمام. واي واحد يحكي معك علاقة بي راح يظل يحكي ويبقى واقف بمكانه. اكيد وانت راح توصل. ارد اثبت شغله واحده مثل ما يقول القابل، يقول شوف العين يبني الدماغي، ولا تشوفهم بالعين يعني انه انا وين وصلت الحمد لله. توصل ان شاء الله اكثر واكثر. ان شاء الله حبيبي. ان شاء الله. مشكورين. شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اسم؟ مسلم فراس عبد الرضا. قرب على المايك. مسلم فراس عبد الرضا من بغداد. مسلم راح نعطيك صور من خلالها تعرف شنو هاي الصوره. ماشي. شباب اعطونا الصوره. جبنة فرنسية أعتقد اسمها باربيزان. أعتقد لو متأكد. ما متأكد بس هي جبنة فرنسية مشهورة يعني فرنسا يعني مو شيدر باربيزان. طونا صورة ثانية. هاي تشيكن ماسالا أو كاري دجاج. مسلم شنو الصلصات اللي تدخل باللازان؟ باللازانية؟ أي اللازانيا صارت البورنيز الأساسي باللازانيا. بعد. بس. والبشاميل. مرحبا. مرحبا. أنا محمد صيدلاني وجاي أقدم. عيد اسمك؟ محمد سامي أمين صيدلاني وجاي أقدم على مشروع شيف. جاي مشروع شيف. طموحي إنه لازم إن شاء الله إذا بعد ما أخذ هي عبارة عن ستيشن، هاي إن شاء الله راح تكون إلي على مدورها، أخذ السيرتيفيكيت إن شاء الله. افتح بها الانستيتيوت او الاكاديمي اللي انا اريد يعني بعدها انا اخرج يجوني التلاميذ او طلاب انا اخرجهم ان شاء الله. وبالاضافه البروجكت مالتي المشروع اللي هو يكون مطعم خاص بالنكات اللي يعني ابتكاراتي او الشغلات اللي اغيرها. محمد راح نطلع لك راح نعرض لك العفو صور من خلالها صور لازم تعرف شنو. تمام. باستا. شو اسم ال grind meat with باستا. شنو اسمه؟ يعني لحم مثروم ويا الباستا. شو اسم هاي الباستا؟ السباجيتي اللي هي تكون لو اسم الاكله يعني قصدك اسم الاكل اسم الدش هذا شنو؟ ال سباجيتي with meat. صورة ثانية. هاي فاكهة. فاكهة شنو؟ اللوتشي. لوتشي؟ متأكد؟ لا بديش أصير وردية. أوكي. بس فاكهة. سوري ما مر علي. هي استوائية أعتقد هي شغلات الهند.
السلام عليكم. السلام عليكم. شلونكم شيفاتنا؟ خليك قريب على المايك. العفو. الاسم؟ حسام الدين محمد. حسام عندنا صور. تمام. راح تطلع شوف لنا اياها شنو. بالخدمة. تفكر شوي لو نعطيك غير صورة. لا والله غير. اعطيني غير صورة. سكين. شنو استخدم هاي السكين؟ يعني حسب الاقسام كل منه يعني ابيها احجام كبيره الشاورما الاقسام الغربيه تحتاج هذه هذه بالتحديد شوف الحزه مالتها شلون صايره اعتقد فواكه قرب على المايك لا تب على راحتك اخذ نفس عميق زفير محتاجة وفاء 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 شنو وفاء رحيم وفاء عندنا صور راح نعرضها عليك من خلاله انه لازم تعرفين شنو هاي الصور تمام شنو هاي؟ من واحد لخمسة واحد اعتقد طبق ايطالي اثنين شنو من شنو يتكون؟ انت وصلتي هو طبق ايطالي بس الاسم ما دي يجيني شنو مكوناته على السريع؟ جبن بارميزان حبق او ثوم معمر على الوجه والاساس اعطينا صورة ثانية. آلة برش الثوم أو نوع الأجبان، نوع من أنواع الأجبان هماتي اشتغل عليه.